لو تحب يوصلك فيديوهاتنا ودروسنا أول بأول من غير ما تتعب نفسك وتدخل تدور عليهم على القناة، اضغط على سبسكرايب أو اشتراك، هيوصلك إشعار أول ما نضيف فيديو جديد. بتمنى لكم جميعا التوفيق والاستمتاع بالدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في درسنا الأول من سلسلة شرح قواعد اللغة الألمانية بالعربية. طبعا الناس اللي متابعاني من فترة عارفة ان الفيديو الاول معمول اوريدي وخلصناه وشرحنا فيه كل ما يخص النطق، ولكن انا عملت الفيديو تاني لتوضيح بعض النقط وحتى عايز كده الخص لكم ايه اللي حصل خلال الايام اللي فاتت. احنا بدأنا على اليوتيوب وكانت الفيديوهات عفوية جدا، وهتلاحظوا ده حتى في مجموعة الدروس الاولانية، هتلاحظوا ان حتى انا بعتذر طبعا على ان النقاء في بعض الفيديوهات مش عالي قوي، ولكن مع التفاعل انتشرت وبدأت أعمل فيديوهات متقدمة وحتى شرح امتحانات وكل شيء، وبدون سابق انذار اليوتيوب قفل القناة وحتى بعتولي لينك أتواصل معاهم عليه، فبعت لهم قلت لهم يا جماعة ليه تم إغلاق القناة، 120 فيديو ماتريال كاملة، شغلي كله مجهودي كله، ما ردش على اليوتيوب، بعت لي مراجعة شروط سياسة الاستخدام والكلام الغريب ده. فإحنا أنشأنا موقع إلكتروني اللي أنا حطيته في التنبيه الأولاني، الموقع باسم أحمد بعد كده داش اللي هي زي مينوس أو شتريش بالألماني بعد كده شكري دوت كوم. على الموقع هيكون عليه إن شاء الله كل الفيديوهات مترتبة بالشكل الكويس اللي تخلي الناس تعرف توصل لأي شيء، وهيترفعوا تاني على قناتنا على اليوتيوب، ممكن تكون اللي أنت بتشوف من عليها دلوقتي الفيديو، يعني عملنا قناة جديدة وتم رفع الفيديوهات. الحمد لله إن أنا كنت شايل الفيديوهات عندي، ولكن للأسف أنا بعد ما رفعتها على اليوتيوب عملت لها داونلود، فده قلل النقاء. يعني أول مجموعة من الفيديوهات يا جماعة هتلاقوا النقاء فيها مش عالي، أنا بعتذر. ليه؟ لأني بعد ما رفعتهم على اليوتيوب حملتهم تاني عندي، فلما اليوتيوب حذف القناة بقى عندي النسخ اللي اتعمل لها داونلود من اليوتيوب فقط، اللي نقاها للأسف مش عالي أوي. فبعتذر مرة تانية إن كنت مثلا اتأخرت عليكم في عمل الفيديوهات، أنا ما كنتش الوضع ما كان بالنسبة لي كان مشوش جدا، ضبابي جدا، ما قدرتش أعرف أقول للناس إيه، ولكن دلوقتي كل شيء أعتقد واضح إن شاء الله. الفيديوهات كلها موجودة على اليوتيوب وهتكون ريفلكتد موجودة برضو على الموقع. الموقع يا جماعة هيكون منظم، هيكون أسهل ليك في الاستخدام، مفيش اي شيء مفروض تدفع، مفيش اي اشتراك نقدي، وانا وعدت الناس من البدايه بالكلام ده وهستمر على كده ان شاء الله، مفيش حاجه اسمها تدفع ولا حتى سنت واحد عشان تشوف اي فيديو، الكلام ده مش هيحصل ابدا ان شاء الله. ولكن لو تحب تدعم الموقع بحيث نغطي حتى تكلفه انشاء الموقع وتكلفه صيانته وشراء الدومين اليو ار ال، وطبعا تكلفه الناس اللي شغاله على برمجه، فده طبعا يعني يبقى شيء جميل جدا جدا منك. انا حاطط لكم الايميل بتاعي اللي عليه حساب الباي بال، لو حد حابب ان هو يدعم الموقع ده شيء طبعا يشرفني جدا، ولكن مش فرض ابدا، ما بنجبرش اي حد على انه يشارك او يدعم ماديا او باي شكل كان. لو حبيت عندك الحساب البنكي موجود وعندك حساب الباي بال، طبعا نسعد جدا بدعمكم للموقع، وان شاء الله انا مكمل معاكم مهما حصل، هكمل لغايه حتى نهايه البيتس فاي والسي اينز قواعد وشرح والكورس الكامل ومناقشه الامتحانات وكل اللي تحتاجوه للغه ان شاء الله. كده خلاص انا شرحت لكم اللي حصل بالظبط الفتره اللي فاتت، وبقول لكم مره تانية بعتذر على التاخير، والله كان الوضع صعب شويه. وتعالوا بقى نبدا نشرح فيديو النطق مره تانية بنقاء افضل، ونقدر نقول ان شاء الله كمان هنركز على النقط اللي وضحت ليا في اسئلتكم بعد ما شفتوا فيديو النطق الاولاني. ونبتدي دلوقتي. انا برضو هشتغل معاك من نفس القائمة اللي زي ما قلت قبل كده طلابي هم بياخدوها، ولكن بيكون مكتوب هنا بالعربي، حتى ممكن ارفع لكم منها مثلا السكرين شوت. اقول لك حاجة، اتفرج عليه.
شفت معايا؟ هي دي القايمة كاملة. احنا هنبدأ دلوقتي هناخد حبة أجزاء بسيطة. هناخد طبعا الحروف أولا، يعني من أول الآ وحتى تست، إزاي تنطق الحرف مفرد، إيه هو اسم الحرف ونطقه مفردا. اتفرج معايا على الفيديو ده. A B C D E F G H I J K Wunderbar L M N O P Q R S T U V W X Y Z Das ist nett. A B C D E F G H I J K Wunderbar L M N O P Q R S T U V W X Y Z Das ist nett. A B C D E F G H I J K Wunderbar L M N O P Q R S T U V W X Y Z Das ist nett. A B C D E F G. شفت كده نطق الحروف مفردة؟ الكلام ده كله سهل، الكلام ده كله ممكن تلاقيه على أي فيديو على اليوتيوب، يعني مش معضلة. أنا عايز أتكلم معاك في إيه؟ في حاجة اللي بنسميها المقاطع الصوتية. يعني إيه مقاطع صوتية؟ يعني حرفين أو أكتر مع بعض هيدوا نطق جديد. إحنا هنبدأ أول حاجة في نطق النقطتين اللي على الحرف. إيه هما النقطتين اللي على الحرف دول؟ فأنا هتكلم على أشهر ثلاث حروف. أشهر ثلاث حروف هم الوحيدين اللي بيجي معاهم النقطتين اللي على الحرف. شوف معايا، شايف الثلاث حروف دول؟ الأ والأو والأو، خد بالك منهم جدا. الثلاث حروف دول ليهم صفتين مشتركتين. الثلاث حروف دول هم اللي بيجي معاهم حاجة اسمها الأوملاوت. يعني إيه أوملاوت؟ يعني إمالة، يعني بكسر نطق الحرف. تعالى كده نبدأ بالأوملاوت قبل ما ننتقل لنطق حرف الخاء. بص كده معايا، ده أعلى درجة من درجات الفتح. يعني لما بتشوف مثلا حد في الأفلام الألمانية أو الأفلام اللي بتتكلم عن الحرب العالمية يقول لك جوتن تاج، هو مش بيقول تاج عشان هو عسكري، لا، هو كلهم بيقولوا تاج لأنها موجودة بحرف الآ، تاج. ما تقوليش تاج ولا تاج. الحرف ده أعلى درجة من درجات الفتح، دي أول حاجة تكون عارفها. طب لو نزل عليه بقى أوملاوت، عارف يخليه بقى زي ما قلنا كده في الفيديو حتى اللي قبل بتاع النطق الأولاني، بيخليه عاملة زي الإيه البورسعيدي. عارف أنت في مصر في بورسعيد الناس تقول لك إيه، إيه يا عم، هي دي إيه، مش بقت آ وما بقتش إي وما بقتش إيه، لأ بقت إيه. تعال نشوف مثلا أمثلة. انت عندك مثال على دي، ولنفترض فعل شبارن. لو بتسأل ليه الاس بي بقت شبا هنتكلم فيها، بس خد بالك انها شبارن. طب تعالى بقى حط عليها املاو تصبح شبيت، شبيت. شفت الآ اصبحت ايه. دي اول حاجة تاخد بالك منها، وما فيهاش اي مشكلة يعني بالنسبة للعرب. المشكلة بقى جاية هنا اهي في الحرفين دول. الحرف ده حرف الاو، حرف الاو هو اعلى درجه في الضم وتقريبا ما فيهوش كسر خالص، يعني ضم وتقريبا ما فيهوش كسر خالص. طب مثال جوت، يعني اله، جوت. طب تعالى مثلا نشوف مثال تاني زي بوخم، بوخم. او زي مثلا كونترا، كونترا. شايف الكلمات دي؟ شايف حرف الاو مضموم ازاي؟ طيب تعالى بقى حط عليه الاوملاوت، حط عليه الاماله، هيتنطق ازاي؟ تعالى نشوف الرقم 12، 12. او مدينه كولن، كولن. ما قلتش كولن، انا ما قلتش كولن، خد بالك انا بقول كولن. حصل ايه بقى؟ حصل انه اتكسر شويه وبقى فرنساوي شويه. طب اجيبها ازاي دي؟ يعني دي صعبه على متعلم اللغه الالمانيه الجديد، انطقها ازاي؟ بص هنا بقى يعني هنطبق شعبولا ستايل. انا اسف ان احنا في مقام علمي نجيب سيره شعبان عبد الرحيم،
ولكن هو الحل الوحيد. ازاي؟ عشان تنطق ده انت حضرتك هتنطق حرف ال A اللي هو ده، ما تنساش ده حرف ال A. هتنطق حرف ال A وتمده وتقوم عامل بقى اللي هو شعبولا ستايل ايه، افضل مدها كده على طول ايه، وانت في الاخر حاول تضم شفايفك هيطلع معاك النطق ده. جرب معايا كده ايه، ايه هو ده، هو ده نطق الاو املاوت ايه، زفف كلنا، هو ده طلعت معاك النطق صحيح. يعني مش هتيجي على فكره غير كده بالنسبه لك في البدايه عشان تتدرب عليها، هي يعني مش تيجي معاك كده، فخلينا نجربها بالطريقه دي لغايه ما تتظبط معاك وتعرف تنطق كويس، ومش هتعمل بقى اللي هو الحفله شعب ولا دي، لا خلاص مش محتاجينها. تعال نشوف ده. ده هو اصلا فيه كسر، يعني الحرف ده اصلا فيه كسر. بينطق ازاي؟ بينطق او زي كلمات جوت، او زي جوت، زي مثلا اجي اقول لك تون، جوت تون، او زي مثلا بوخ، كلمات كتاب، بوخ جود تون، هو اصلا في كسر، هو ضم مع كسر. طب لو حطيت بقى عليه الاوملاوت هيبقى يعني درجه عاليه من الكسر، لدرجه ان في النمسا مثلا وفي بعض وفي جنوب المانيا مثلا في بعض الاماكن بيقولوا اي اساسا، يعني ما يقولكش ايبر يقولك ايبر. فلا احنا مش عايزين ده، احنا عايزين النطق الصحيح. طب ازاي بقى النطق الصحيح؟ هرجع تاني لشعبولا ستايل، هعمله ازاي؟ هقول بقى هنا اي ومده اي اي، وتيجي في الاخر برضو تحاول تضم شفايفك هتطلع معاك الحرف ده. ازاي؟ اي هو ده اي. مثلا مثال فور، ناس تقول لي فور، لا فور ده غلط، فور فور ده غلط، فور ده حرف جر تاني اصلا خالص. النطق الصحيح هو ايه؟ فور. زي مثلا فنف، زي مثلا شتوله. بص عندك شتول كرسي، اما الجمع شتوله شتوله. زي مدينه مينستر، شايف النطق عامل ازاي؟ ركز لي قوي فيهم وعيد الفيديو ان شاء الله 40,000 مره لغايه ما الثلاثه دول يتحفظوا. دول الثلاث حروف اللي بيعملوا معاك الاوملاوت. اي حرف غير دول لقيت عليه نقطتين دي مش لغه الماني، ده مش الماني على طول كده تعرفها كده، تمام؟ ركز معايا قوي في دي. طيب ازاي بقى دول يعملوا نطق خاء؟ هم نفس الثلاث حروف، هم نفس الثلاث حروف الآ والأو والأو. وبرضه هنتكلم ليه الآ أو بتعمل خاء، هنتكلم فيها قدام عشان في بس ضمير أيش هو الوحيد اللي مختلف عنهم. يعني بمعنى أصح خليك في الثلاث حروف دول مبدئيا، الآ والأو والأو. لازم يكون واحد منهم قبل التسيها عشان تنطق حضرتك الخاء. عندك بقى الأمثلة كتير، عندك بوخ كتاب، عندك نخ لاذن أو باستمرار، المعاني مش تفرق معاك أول دلوقتي، هنركز على النطق. عندك داخ سقف، أو بنقول إن هو سطح، ما بلاش سقف يعني هي سطح. عندك كوخن، عندك بوخم، المثال اللي قلناه على مدينة بوخم يعني رزق في دماغي عشان كنت فيها قريب. في عندك طبعا كراخ، الحاجات دي كلها تتنطق خاء. ليه؟ لان عندك آ أو أو أو، لو نزل عليها أوملاوت ما تبقاش خاء بقى مع السيها خلاص. زي على سبيل المثال بيشا كتب، ما انا ما قلتش بقى بيخر وناس كتير قوي بتنطقها غلط، لا هي النطق الصحيح هي بيشا. بوخر ده بقى حد اينس بقى بيغلط وبيجرب. هم دول الثلاث حروف مع الاوملاوت ومع نطق الخاء، ركز قوي فيهم عشان دول يعتبر من اصعب الحاجات في موضوع النطق. وتعالى دلوقتي نكمل بجزئيه جديده. طيب في حاجه بس مبدئيا انت لازم تكون عارفها، انت لازم تكون عارف ان في الانجليزي، في الانجليزي مثلا لو بتتكلم انجليزي ممكن الحرف الواحد يديك حركتين صوتيتين، الحرف الواحد يدي لك حركتين صوتيتين. ازاي؟ تعالى مثلا شوف الحرف ده في الانجليزي، الحرف ده في الانجليزي اسمه ايه؟ اسمه اي، اي فتح ثم كسر، اي. في الالماني اي حركه واحده،
تعال شوف مثلا حرف زي ده في الانجليزي يو يو كسر ثم ضم، في الالماني او او. ركز قوي في الكلام ده. يعني ايه؟ يعني في الالماني حرف واحد حركه صوتيه واحده وخلصنا، حرف واحد حركه صوتيه واحده، وعشان كده بتحس ان الالماني لغته مكسره شويه بيتكلم، ما فيهوش بقى المياعه بتاعت الانجليزي دي. ليه؟ ما هو السبب ده ان كل حرف ليه حركه صوتيه واحده. طب عايز حركتين صوتيتين، يعني ما عنديش بقى خلاص ما عنديش او، لا هتجيب حرفين اهي، او او تعمل الا مع الاو اصبحت او. والامثله كتيره جدا، باون فراو شتاو غاو، هتلاقي امثله كتيره جدا عليها. هذه كلها تبقى او، اللي عندك ا وبعدها او. وانت حتى في القائمة هتلاقيني كاتب لك المثال اوتو، من اشهر الكلمات اللي الناس عارفاها اوتو. طيب تعال ناخد مقطع كمان. مقطع كمان ان انت لما تلاقي الآ عليها أوملاوت ومع الأو، طب هي الآ عليها أوملاوت بتتكسر بتبقى إيه، طب مع الأو خلاص أعملها إزاي؟ هتبقى الاتنين كده مع بعض أي أي. زي إيه؟ زي كلمة هايزر هايزر، يعني بيوت، هتبقى تقريبا نطقها زي نطق ده الاي او. الاي او برضه تنطق اي، زي مثلا كلمة نوي، زي كلمة تاي، زي كلمة بايتل، زي كلمة هاي. الكلمات دي كلها هتلاقي الاي او تنطق اي بالظبط زي الا املاوت او. طيب كويس، ناخد مقطع كمان. تعالى انا عايز اتكلم بقى في موضوع نطق الشين عموما، تنطق ازاي الشين دي؟ ركز فيها قوي. ايه اللي انا عملته ده؟ بص، لما يكون في شرطه في قاموس او في كتاب او في اي حاجه، معناها ان هنا في حروف، ان هنا في تكمله. فمعناها كده ايه؟ معناها ان الاس بي في اول الكلمه، الاس بي في اول الكلمه والاس تي في اول الكلمه، لكن السي ها والاي جي في اخر الكلمه. ونشرح بقى دلوقتي بهدوء. الاس بي والاس تي اذا جم في اول الكلمه، حضرتك تنطق الاس شين تقيله مكسره الدنيا. ازاي؟ شب شب. وعلى سبيل المثال بقى نرجع لاول مثال قلناه خالص لما كنا بنشرح نطق الا، شبارن شبارن، او شبيت، او شبورت، او شبيلن. شايف الاس شين تقيله جدا. طب تعالى الاس تي في الاول برضه هتنطق الاس وكانها شين. ازاي؟ شتات مدينه، او شتاك قوي، او شتول كرسي. طب الاس تي ها؟ لا ده ليه شين صريحه، يعني برضه مش محتاجه بقى ان انا ايه اقول للاس تنطق كذا، لا هي كلها على بعض شين. زي كلمات شرانك، زي كلمات شنايدر، زي كلمات شولة، هاي دي كلها اس تي ها. طب امال ايه بقى الاثنين اللي تحت دول؟ ركز معايا قوي. التي ها لو جت مع ا، لا دي خاء، مع او خاء، مع او خاء. طب لو جت مع اي حرف تاني تبقى شين خفيفة. ازاي؟ زي ما اقول لك مثلا ايه، ما تقولي بقى ايش ايش، دي ما تجيش، دي غلط. بقولها ايه؟ بقولها ايه، بقولها مثلا نشت، بقولها مثلا ريشتش، بقولها مثلا فيركليش. شايف؟ شايف الايد سيها نطق خفيف خالص، ما بتقفليش سنانك على بعض تطلعها عشان تقيل. يعني البهوات بتوع ايش لبضيش ده، انا مش الماني خالص، ده مش الماني خالص، وما اعرفش كل واحد يقول لي بعرف الماني يقول لي ايش لبضيش، وجاب منين لبضي ما اعرفش. تعال شوف الاي جي، الاي جي في النهاية تبقى نطقها الشين خفيفة. الاي جي في نهاية الكلمة نطقها الشين خفيفة. هيجي واحد يقول لي بس لا ده بيقولوها سفانسيج. يا عم الحاج ماشي، ده في الجنوب، ده في جنوب ألمانيا، لكن أنت بتتكلم الهوخ دويتش، الهوخ دويتش بتنطق إزاي؟ ريش تيش.
أو wichtig أو fleißig. شايف الإي جه في الآخر؟ شين خفيفة خالص زي وكأنها سيها، يعني بالظبط هما كده في مجموعتين الشين عندهم ليها نطقين بس كده، مجموعة تقيلة ومجموعة خفيفة. ده كده كل ما يخص نطق الشين، ركز فيه أوي. طيب تعال نكمل نشوف مثلا مقطع كمان زي السيها إذا جه بعدها إس. تقيلة قوي انك تقول شين خفيفة وتقوم طالع بعدها بإس. جرب مثلا معايا نطق ال، ولنفترض كلمة يغير، فيشسل رقم 6 زيشس. ده يعني انا هموت، انا هموت بعد بالظبط اسبوع من الكلام بالشكل ده. فيعمل ايه الالمان؟ قال لك لا رايح دماغك، السيها اس قولها اكس، تبقى ازاي؟ فيكسلن، وتبقى زكس، وتبقى بوكس. الحاجات دي كلها سيها اس تنطقها معاك على انها اكس عاديه جدا خالص. ازاي؟ فاكسن مثلا، ما قلت له بقى فاشسن، صعبه قوي، خد بالك برضو من دي. تمام نكمل. هنا في عندنا حاجه مهمه، في عندنا مقطعين مهمين جدا وهما الاي اي والاي اي. الاي اي بص انت هتنطق اي بس مدها شويه، يعني ما تجيش تقول لي مثلا رقم 4 فير، لا فير. ما تجيش تقول لي مثلا حضرتك يعني زي، لا زي، مدها شويه. يعني هي في الاخر هتتنطق وكانك بتنطق اي بس مدها شويه مش اكتر. امثله بقى عندك كتيره جدا، دي مي زي فيا فيل، الحاجات دي كلها هتتنطق بنفس الشكل. طب تعالى بقى على مقلوبه، مقلوبه يبقى هو ده نطق اي. هو ده نطق ايه؟ اي، يعني الحرف ده في الانجليزي بفكه في الالماني بحرفين تبقى اي. امثله كتيره جدا. كلمه اي يعني بيضه، هي عباره عن الحرفين دول. يعني عايز تحفظ النطق ده احفظه بكلمه بيضه اي. او عندك شراين، هي يعني كبيره شويه عليك، خلينا مثلا في فراي حر، خلينا مثلا في ناين لا، او تايل، الحاجات دي كلها سهله جدا، او زاين الفعل اللي هيجي لنا في الدرس الثالث، الحاجات دي ركز فيها قوي. خلصنا كده من نطق الاي اي والاي اي. في نقطه افتكرتها دلوقتي يا جماعه، عشان في الشباب العرب اللي ما يعرفوش انجليزي، اللي ما بينطقش انجليزي او لغات لاتينيه بيغلط في دي كتير قوي، فانا بس بحب انبه عليها، اتدرب على دي كويس قوي. ايه هي بقى؟ نقطه البي والبي. البي والبي يعني ايه؟ يا بت يا صح، انا لسه عامله له ستارت اب. بقول لك صحيح، انا اقنعت البت شيماء تاخد كورس الانجليزي معانا، اصل الانجليزي بتاعها فيه تكايه بلدي كده. اسم الفندر اسمه I will prepare my papers to be the best in this world. All English, all the time. بابا! بابا! أنت مين؟ أنا نسيت أنا مين. بعد الإنجليزي الزبالة ده نسيت أنا مين. يا هانم الفرق بين البي والبي زي الفرق بين التي والإس. بص شايف الحرف ده؟ لازم يطلع في نطقك هوا. يعني مثلا شبيت شبيت شبيت، أنا حاسس بالهوا على إيدي شبيت. ما جيش أقول بقى شبيت، لا دي غلط. شبيت دي غلط، ده كده شبيط اللي هو بتاع اسم في الفلاحين عندنا، ما ينفعش ده، ما تجيش مش صح. بيقول ايه؟ يقول شبيت. نيجي يقول لك مثلا باركن مش باركن، باركن. نيجي ده على فكره كان ده المانيا. نيجي نقول لك بص ده ممكن يخلف المعنى خالص. ازاي؟ باركن وباكن، باركن يعبي يحزم امتعته، امال باكن يخبز. اختلفت خالص، اختلفت تماما. ركز قوي في دي ما بيطلعش فيها هوا خالص، تبقى بي بي. اما دي فيها هوا بي 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 بي. ما اعرفش اظهر لكم الهوا ازاي، بي بي يظهر ازاي في الفيديو ده مش عارف. ركز فيها، في الفيديو بتاع النطق اللي عملناه قبل كده ما شرحتش دي، بس جات لي بقى مع الوقت لقيت في ناس تغلط فيها. طيب ونكمل دلوقتي. بص معايا بقى، في هنا حرف الجي،
ده خبر حلو طبعا للجماعه المصريين، لان انا مش بنطق زي الانجليزي، ما بقولش بقى ج، بيتنطق زي الجيم المصريه عادي خالص، ج ج. هتيجي تقول لي في كل الكلمات، هقول لك في كل الكلمات باستثناء الكلمات الاجنبيه. يعني كلمه انجينير، ايه الكلمه دي؟ مش المانيه طبعا، مش المانيه، جت من اللاتيني بقى، جت من فرنساوي، بس هي نطقها فرنساوي شويه. لكن في الالماني هقول لك جوت، في الالماني هقول لك جوت زي ما قلناها مثلا، في الالماني هقول لك تاج، هي طبعا في الاخر تبقى كا شويه، دي هنتكلم فيها قدام في حته يعني ملاحظات النطق. هاجي مثلا اقول لك جيبفل، هاجي مثلا اقول لك جروس، شايف دايما ج. امال ج امتى؟ لا دي كلمات حضرتك مش المانيه. ده كان ما يخص نطق الجي. احنا خلاص قربنا نخلص تقريبا. طيب نرجع لحاجة برضو ليها علاقة، ما الحرف ده بقى نطقه ايه؟ الحرف ده نطقه ي. انسى خالص انه يتنطق ج، مفيش في الالماني ج. ج دي في الكلمات الكلمات الاجنبية فقط زي جورناليست، لكن انا في الالماني الحرف ده بينطق دائما ياء. انا في حاجه ساعدتني بس مش عارف هي بصراحه صح ولا لا. فاكرين اعلانات دهانات نيوتن؟ ما هي كانت بتتكتب كده، اعلانات دهانات نيوتن كانت بتتكتب بالحرف ده. فانا كنت بقول وشركه المانيه وبتاع، دورت بس ما قدرتش اوصل هي المانيه ولا لا. يعني في ناس بيقولوا انها هولنديه، بس يعني على كل حال في كلمه ممكن تفكرك بيها ان الحرف ده ينطق دائما ياء، زي مثلا عندك يا، زي ييد، زي كلمة يا، كلمة سنة. الحاجات دي مهمة، مهمة بجد. نطقك صحيح، ذهنك هيكون صافي وانت بتقرأ، عارف تركز في المعنى مش بركز في النطق، فالنطق بيسهل عليك كتير قدامك. طيب في عندي برضو حاجة ممكن تكون جديدة شوية للناس، وهو نطق الكو او. هو على فكرة مش بس في أول الكلام، فأنا همسح الشرطة. الكو او تتنطق ازاي بقى في الالماني؟ كف كف كف. زي على سبيل المثال اشهر كلمه نعرفها كفاتش، يعني كلام فارغ، كفاتش، او بكفين، او كفيلا، كلمات او كفاليتيت، جوده. هتلاقي دايما ان الكو او يتنطق في الالماني كف كف، ركز فيها. طيب معانا بقى نيجي لنطق الاس. ايوه دلوقتي جه معاد نطق الاس مفرده، دي حلوه قوي. طيب شوف معايا الاس في اول كلمتها، الاس لو جت في اول الكلمه تتنطق ايه؟ هتتنطق ز ز ز، وتزن كده لما تصدع، هي دي ز. ما تجيش تقول لي مثلا سي سي، يبقى انت جاي بتتكلم اسباني، تشرفنا سينيوري، يبقى خلاص دي حاجه تانية خالص. لا احنا بنقول زي زي. هتيجي في كلمه، هتيجي الاس في وسط الكلمه او في اخرها، هتتنطق س. طبعا مش دايما، يعني في هنتكلم في فكره المقاطع، يعني هنتكلم ايه بقى مثلا، بقول كورس واجي في الاخر اقول كورز، دي حاجه تانية. الاس اذا جه بعدها ايه وانتهت الكلمه بيهم هتبقى ازاي، يعني دي هنتكلم فيها برضه، هتيجي متقلقش. بس دي حاجات ما اقدرش ابدا بيها لواحد مبتدئ قاعد بيتفرج على الدرس الاول على قناتي، والا بقى هيشتمني وهيقفل الفيديو، يبقى خلاص ايه ما عملناش حاجه. لكن اس عموما في الوسط هتبقى اس عليها خالص، زي مثلا فعل فلستر، هي عندك الاس في الوسط خالص اهي، ما فيهاش مشكله خالص. زي عندك مثلا كلمه بوس، زي عندك مثلا فاست، زي عندك مثلا باستلن، يعني الحاجات دي كلها شايف فيها الاس في الوسط، اس عليها خالص. طب الاس في الاول، نرجع على الامثله، زي زومر، زاجن، زيج، شايف هتلاقي عندك الاس في الاول ز دائما. في واحد بقى دارس يقول لي طب ليه بقول تسو زامن، ما هي الاس هنا في الوسط. لا لما تتقدم شويه هتعرف ان دي كلمه مركبه، يعني في الكلمات المركبه انا بعتبر الاس بدايه الكلمه الجديده، كلمه مركبه.
يعني تسو زامن، انا عندي تسو دي دي بادئه، دي لوحدها بادئه، فاللي بعدها يعتبر بدايه كلمه جديده برغم ان بيكتبوا سوا، عشان كده بقول الزامن. والامثله كتير، هتيجي امثله كتير قوي عليها، بس مش موضوعنا لما ناخد المقاطع الاوليه الفور زيلبن الاول، هتبقى عارف ليه بقول كده. حتى لو قلت مثال اولادي فور زيلبن، ليه ما قلتش فور سيلبن؟ لان فور دي مقطع برضه هنتكلم فيها، هيجي الكلام ده كله ما تقلقش. كده احنا خلصنا من نطق الاس. طب واحد وثلاث، طب ما الاس بتنطق ز، امال الحرف اللي هو ده بيتنطق ازاي؟ الحرف ده اسمه تسد، تاء سين تاء تسد. انطقه ازاي؟ تاء سين ينطق تاء سين ازاي؟ تسيما تسيما او تسو او تسال او تسيلن او تسان او بوتسن. انا بجيب لك ثلاث امثله وتت في الوسط، بوتسن او كاتس. شايف نطقه كانه تاء سين دايما، عمره ما هيتنطق ز، عمره. انساها انساها، هسمع منك الزنه دي غلط، الزنه دي ما اسمعهاش غير لما تكون الاس في الاول بس. والله العظيم في واحد كنت اعرفه كان بيتكلم كده und sie sagen zu mir die Zusage ist ده. والله العظيم فعلا كنت بصدع، انا بصدع، كانك سامع وش راديو، كانك سامع وش راديو بالظبط. ايه ده؟ ايه العك كده؟ ركز في دي، لان دي برضو من ضمن النقط اللي بيحصل فيها مشاكل، وتعالى نكمل. طيب احنا كده خلاص على فكره بنخلص، يعني انا معايا دلوقتي حبه مقاطع سريعه. تعالى نشوف ال T E O N. بص هي مش دايما في الاخر بس تنطقها كذا، مش دايما في الاخر بس، ولكن خلينا كده كبدايه عشان الكلمات هتبقى اسهل عليك. ال T E O N بنطقهم ازاي في الالماني؟ بنطقهم سيون. سيون يعني ايه؟ يعني مثلا زي كلمات بوزيتسيون، زي كلمات زيتواتسيون، زي كلمات انفورماتسيون. شايف دايما في الاخر سيون، ركز فيها، جرب يعني، وانت بتتفرج على الفيديو جرب وانطق معايا كده، هتلاقي ان شاء الله تظبط معاك. وده كويسنا فيديو، رجع عيد براحتك الف مره، محدش هيقول لك بتعمل ايه. طيب تعال نشوف حاجه ثانيه، الحرف ده بيتنطق ازاي؟ الحرف ده بيتنطق ذ ذ. يعني ايه؟ يعني زي كلمه فاجن، زي كلمه فورت، زي كلمه فيا، زي كلمه فال، كل ده ذ. طب والحرف الثاني بقى، معنى كده عندي اتنين ذ؟ لا، ده يتنطق ف ف، فيها عاديه خالص، فيها عاديه خالص. هتقول لي ف زي الحرف اف؟ زي الحرف اف، بس الفكرة ان ده يعني شيوعه مش كتير زي الحرف ده. هنطقه ازاي؟ هنطقه ف. اسمه فاو. طب اديني امثلة. فولك، ما جمعتش انت كده حاجة؟ ما جمعتش الفولكس فاجن؟ فولكس فاجن يعني سيارة الشعب. افتح بقى الجرايد، مثلا انا بتكلم على مصر، لكن كله بيكتب يقول لك الفولكس واجن، واي فتي اي فتي، عشان تتجنب الفتي يتعلم، يعني في اي مجال عشان تتجنب الفتي تعلم. ده ينطق ف زي كلمة فولك، زي رقم أربعة فير، زي حرف الجر فون، زي حرف الجر الثاني فور، هينطق دائما على إنه فاء. طيب كويس ماشي كده، بقى عندنا يعني حاجات بسيطة خالص، حاجة زي التيها. التيها في الانجليزي هو حرف الثاء، يقول لك مثلا سيم. لا في الالماني بنطقه وكانه تاء، كانك مش شايف الها خالص. بنطقه ازاي؟ تيما. انطقه ازاي؟ تياتا. انطقه مثلا في كلمه ميتودا. شايف هيفضل طول عمره تاء مش ثاء، ركز في دي برضه.
مهم، دي مهمه عشان الناس اللي بتعرف انجليزي ليها مزايا وليها عيوب. ايه القواعد؟ اسهل بالنسبه لهم بس بيتعذبوا في النطق. هيتعذب في النطق لانه في الانجليزي بشكل، اما في الالماني بشكل اخر. طيب الباء حرف ايه ده؟ الحرف ده يعني هو حسب ما شفت في كتب القواعد انه من الالمانيه القديمه، والحرف ده ما هو الا بديل للاس اس. الناس بقى تسمع كلمه بديل دي بقى يقول لك الله شفت خلاص انا هشيله من كل لغتي واحط اس اس. مش بمزاجك، مش بمزاجك، ده بيطلع له قرار محكمه، ده عشان يغيروا الكلمات لازم تعدي على 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 محاكم وعلى اوراق وبتاخد سنين. يعني مثلا هقول لك انا حاجه تجربه شخصيه اللي حصلت معايا. انا كان بحكم العمر طبعا كان عندي ويندوز اكس بي، وكان عليه مايكروسوفت اوفيس اكس بي بتصحيح القواعد وتصحيح القراءه. فلما كنت اكتب كلمه نهر فلوس لما كنت اكتبها كده كان يظهر لي انها صح، كان يظهر لي مفيش مشكله. لو كنت كتبتها بالاس اس تطلع غلط. ده على ايه؟ على مايكروسوفت اوفيس اكس بي. جيت بعد كده ربنا فتحها عليا وجبت بقى الويندوز 7 ومايكروسوفت اوفيس 2007، فبقيت اكتب فلوس بالاس اس يطلع صح، اكتبها بالاس 6 يقول لي غلط، عكس اللي كان في الاكس بي. ايه اللي حصل؟ واكتشفت ان ده حصل بقرار محكمه، كلمه فلوس غيروها بقت اس اس. يعني مش انا اللي بغير، يعني لغايه النهارده مثلا عندك فعل زي فعل هاي سن بيكتب بالاس 6، هتكتبه انت بالاس اس ده غلط. واحد يقول لي بس انا شفت المان بيكتبوه بالاس اس. يا سيدي في الشات على الفيسبوك ليه؟ بيختصر او ما عندوش كيبورد الماني، ممكن الموبايل بدل ما اقعد ادوس على الاس بقى واستنى لغايه ما تروح على الاس 6 اكتب اس اس بسرعه. ده هم دي لغتهم، ما حدش هيكلمهم. طب ما احنا عندنا بنكتب الفرانكو عرب مشوهين اللغه، لما يجي حد يتعلم عربي هيقول لي لا اصل بيكتبوا الثلاثه عين ولا العين ثلاثه؟ لا طبعا، في حاجه اسمها الناس بتعمل ايه، في حاجه اسمها الصح ايه. الناس بتكتب على الشات ممكن تكتب غلط، ماليش دعوه. لو كتبت انت فلوس في خطاب بهذا الشكل غلط، بهذا الشكل غلط، ولو كتبت هايسن باس اس غلط. كل كلمه وليها شكلها، فرجاء احفظها كما هي. هو ده كده كان المفروض اخر حرف معايا، اتبقى تنبيه بسيط، واتمنى يكون سمعني برضو. انا كده خلاص طبعا مظبوط كده خلاص، ما عندناش حاجه تانية، مقاطع تانية. اتبقى بس حاجه بسيطه وهي نطق الها، واتمنى يكون بيسمعنا دلوقتي اخواننا المدرسين، لان في ناس درسوا عند مدرسين وبيجولي الاقيهم بينطقوا غلط. يا جماعه بص، القاعده كالاتي: فوكال يعني حرف متحرك، هخليها كده على جنب لوحدها. فوكال ده يعني حرف متحرك. يعني ايه حرف متحرك؟ يعني اللي يعادل في العربي الفتحه والضمه والكسره والالف والواو والياء، هم دول. انت عندك في العربي فتحه ضمه كسره والف واو ياء، هم دول عندك الحروف المتحركه في العربي. في الانجليزي ما عارفين سهلين، مش موضوعنا الانجليزي النهارده، موضوعنا الالماني. في الالماني بقى هم ايه؟ ا او او اي اي، الخمسه دول الحروف المتحركه دي. الحروف المتحركه دي بتطلع الهواء اللي في صدرك وانت بتتكلم، بيطلع معاها هواء. او او يجي بعدهم حرف الها ياخد كل الهواء اللي في صدرك، هتلاقي نفسك بتموت. ازاي؟ اقول لك مثلا اهنن يا سوادي، او جيهن او زيهن. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. اذا جه يا جماعه حرف الها بعد حرف متحرك بنطق الحرف المتحرك ومده، ما انطقش الها لان مش تطلع معايا، هتعذبك في اللغه. يعني ايه؟ يعني بنطق جين، ما تقوليش جيهن. جيهن دي كده ده عذاب. انت عايز تعذب نفسك عذب نفسك براحتك، بس ما تعذبنيش معاك. زين، فشتين، تسال، بذمتك عايز تقول تسال؟ يرضي ربنا. والله بلاقي ناس يا جماعه جايه دارسين في اماكن يقول لي المدرس كان بيقول لنا كده. يا جدعان ده مدرس ايه ده؟
مش صح الكلام ده. وكل وكلمت مع مدرسين، فواحد بقى بيقول لي اشمعنى، بقول الكهول يا عم، الكهول ده حاجه تانية، انت عندك الها وسط حرفين متحركين، ما اقدرش اقول الكول ما تجيش، فكان لازم يظهر نطق الها. وعلى فكره هو اسم، وعلى فكره هو اصلا مش اسم الماني، يعني الكهول ما حتى في الانجليزي الكهول، يعني بنتكلم على القاعدة. القاعدة يا جماعة، إذا جه حرف متحرك من الخمسة اللي إحنا قلناهم زائد ها، رجاء ما تنطقش الها، مد الحرف المتحرك، هيصبح الحرف المتحرك الفوكال هنا لانج، طويل. إزاي؟ تسال، تسالن، إينن، فشتين. ركز أوي في الحاجات دي، وأتمنى طبعا يكون إن لو في حتى مدرس بيتفرج عليا يعني يستفيد من النقطة دي. إحنا كده خلصنا خلاص النطق. انا مش هقدر اعيد كل الدروس والله لان لضيق الوقت ولانها متعبه جدا. انا عايز اقول لك ان انا صوتي دلوقتي بدا يروح، فاعذروني ان اول مجموعه فيديوهات النقاء فيها مش عالي شويه، انا بعتذر، ولكن ان شاء الله الجديد هيكون كله افضل. وانا هعيد معاك الدرس الاول والدرس الثاني لان هما اللي انا حبيت ان انا يعني اعيد فيهم، عشان نقائهم كان قليل قوي، كان اول فيديو انا عملتهم في حياتي فما كانش النقاء فيهم عالي. اتمنى لو استفدت من الدرس تعمل سبسكرايب للقناة أو تتفرج على موقعنا. زي ما قلنا يا جماعة، الموقع مجاني 100%. الفكرة أنه هيكون منظم أكتر، هيكون بيكلمك لو محتاج كذا هتلاقيه في الركن الفلاني، محتاج كذا هتلاقيه في الركن الفلاني، لأن اليوتيوب سوق شوية الدنيا تايهة عليه خالص. بتمنى لكم جميعا التوفيق وحسن الاستيعاب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.